انت كذاب يا علي. اول مره تسالني على الموضوع ده. كنت فين؟ اطمن. انا موجود. موجود ازاي؟ رسالت عليك قالوا لي انك ما جيتش الشركه من الصبح. كان عندي مشاوير وكان لازم اروح البنك وبتاع. خلصت وجيتي. في حاجه حصلت ولا ايه؟ طبعا عرفت شويه معلومات مهمه. وصلت شقه ايمن التاني وعرفت انه كان متجوز البنت اللي اتقتلت عندك. اسمها بقى عبد الكريم. اللي انا عايز اعرفه علاقه كل ده بيك وبيا وبالعيله. عندي اساس ان بقوبه العمر لان انت مخبي حاجه ولو قرصت عليها هتكلم. بواب ايه بس يا ابني؟ ناس غلابه وعايزين يمشوا جنب الحيط مش هتعرف توصل معاها لحاجه. طب لو اللي عمل كده عايز ينتقم من ايمن كان قتله ببيته. عايز ينتقم من البت كان برضه قتلها بعيد عننا. في حاجه مش مفهومه. الموضوع فيه سر اكبر من كده بكتير. في بوليس وفي نيابه هم يدوروا على القاتل. هنركز في الشركه وفي العيله طبعا. انا بحاول الاقي حل للجريمه اللي انا وانت هنبقى متهمين فيها لو ملوش القاتل. فاهم؟ طبيعي تبقى بتفكر في فيروز. بس زي ما انت بتفكر فيها انا بفكر فيكوا كلكوا علي. واولهم انت. وانا مش هستنى لما يحصل لك حاجه. وبعدين هل انت شايف ان ابوك ولا امك ممكن يبهدلوا فيروز؟ طبعا. انت مش شايف دول على طول في خناق؟ وبعدين وانا بعمل كل ده لمين؟ عشان هي والولاد. ايه المشكله يعني لما اكتب لها شويه فلوس؟ المشكله ان فيروز هتبقى ورثتك بالحياه. ابوك ممكن يروح فيها لما يلاقي فلوسه بتطير قدام عينيه. مش درجة ورثتني بالحياه يعني. انا فكرت في الموضوع. شايف ان فيروز عندها حق. انت بس مش قادر تستوعب هي بتفكر ازاي. انا لو في حاجه مخلاني ما اعملش كده هي اني مش عايز الدنيا تولع. وطبعا خايف على زعل بابا. ابوك هيعرف يحافظ على فلوس عيالك. لكن فيروز مجنونه وانت عارفها كويس. ولا تبقى هي ولا العيال استفادوا بالفلوس دي. وبعدين احنا ليه بنفكر كأن حصل لك حاجه؟ انا نفسي بفكر كده من ساعه اللي حصل. وبعدين مش للدرجه دي. انت برضو فيروز ممكن تبقى غيورة شوية بس مش لدرجة انها مجنونة. معك حق علي. معك حق. بقولك يا عمر، انت وصلت لأي حاجة جديدة في موضوع مها وأيمن؟ غريبة علي. أول مرة تسألني على الموضوع ده. مش أنت اللي كنت بتقول لي بطل يا عمر تدور؟ بس الظروف اتغيرت. حاسس إن إحنا في خطر. بسألك لو تعرف أي حاجة. مفيش جديد يا علي. لو في جديد هبلغك. هو بيشدوا كده ليه؟ علي هيثم مش هيجي غير بالطريقه دي وانت عارف كده كويس. ايه الغباء ده؟ علي اهدى. فاكرني يعني هسكت على اللي عملوه ده؟ دول بينفذوا اوامرنا علي. مليانه اسئله وغموض والاجابات فيها مش بنلاقيها بسهوله. بس انا مستعد اقدم لك كل الاجابات اللي انت عايزها. وصاد شرط واحد بس، تصلح الغلطة اللي انت عملتها زمان. انا ما سقطتش ابننا. دور على ابنك واعترف بيه. ابننا لسه عايش يعني. عمر
عمري ما كدبت عليك يا عمر. كدبت عليا اكتر من مره. كدبت لما خبيت عليا موضوع الوصيه وخليت اختي منال تشيل مني وتفكر اني بلعب بيها، وكدبت عليا في موضوع مها. انا خلاص بقيت عارف كل حاجه علي. استاذ علي يا بيه، استاذ علي هو اللي جه واشترى الشقه من صاحب العماره. وريني صوره العقد. وعلي اشترى الشقه ليه؟ وايه علاقته بمها وايمن؟ انا هقول لك يا بيه، قبل ما يموت الاستاذ ايمن حصلت خناقه كبيره قوي بينهم، فهمت منيها ان الاستاذ ايمن كان متجوز الاستاذه مها عشان يعني جوازها كده ايه يصلح غلطه الاستاذ علي. طب ما اتخانقوا ليه؟ بيبتزوها يا بيه. الاستاذ ايمن والاستاذه مها بيساوموا ويبتزوا الاستاذ علي. ممكن اكون خبيت عليك. انت اتجوزت ما قلتليش يا علي، سبتني ادور على الحقيقه زي المجنون وانت عارف كل حاجه ومخبي عليا. انت اللي قتلت ايمن وبعدها قتلت مها. انا هقول لك كل حاجه. انا اتجوزت مها بس هي بعدين خلفت، فعشان اغطي على المصيبه دي طلبت من ايمن ان هو يتجوزها عشان اخلص منها. بس انا ما قتلتش، هو ده كل اللي حصل. انا كده ما خبيتش عليك اي حاجه. لاول مره بقى مش عارف اصدقك يا علي. بص في وشك وشايف واحد انا ما اعرفوش. عمر، عمر انا علي، انا علي اخوك. لا مش اخويا. لو انت اخويا بجد ما كنتش خبيت عليا كل ده وانت عارف كل حاجه. انت كذاب. وبعدين خبيت عليا موضوع الوصيه ليه؟ رد. انا موضوع الوصيه ده ماليش اي علاقه بيه. لو هتعاتب حد تعاتب ابويا وامي. لا عاتبك انت. مش انت بتقول ان انت اخويا؟ انا خلاص عرفت كل حاجه علي، حتى موضوع البواب اللي انت حاولت تقتله. ايه بقى موضوع البواب؟ ما تقعدش تلف وتدور عليا، انت فاهم كويس. رضا البواب، انا كل اللي طلبته منه ان هو يختفي عشان انت ما تلاقيهوش. لكن طبعا ولا فكرت حتى في ان انا اقتله. خلاص لو انت مش مصدق واجهني بيه، واجهني بيه يا عمر وانت هتشوف بنفسك. هتعرف انت اللي هتعرف مين فينا اللي بيكذب ومين فينا اللي بيقول الحقيقه. في حد بيلعب بينا، لازم انا وانت نحط ايدينا في ايدين بعض. حاضر يا علي، اواجهكم ببعض، بس لازم تبقى عارف ان انا خلاص ثقتي فيك انتهت، عمرها ما ترجع، عمرها. الحمد لله على سلامتك يا عمر، بس انت في واحد صاحبك شافها وكلمك، وبعدين انت رحت وحصل كل ده ولسه فاكر تقول لي دلوقتي في ايه يا علي؟ كل اللي جه في دماغي ان في مشكله ورحت عشان الحقها. لما رحت فيروز امبارح كانت معايا طول اليوم وما خرجتش من البيت. اللي انت شفتها ولا اللي صاحبك شافها دي يمكن واحده شبهها. فيروز كانت معاك امبارح؟ ايوه يا عمر.